الآن والوقوف على آخر التطورات الميدانية في لبنان، ينضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت موفد الحدث إبراهيم فتفت. إبراهيم صباح الخير، يعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة، ولا سيما أيضا خلال طوال ساعات هذه الليلة. بداية نقف وإياك على ما رصدت لنا من تطورات هناك. صباح الخير مجددا حسام. هي الليلة نستطيع القول أنها الأهدأ خلال الأسابيع الفائتة منذ اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله بضاحية بيروت الجنوبية. هذه الليلة فقط غارتان على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعات الماضية بعد التحذير الإسرائيلي لسكان مبنى داخل حارة حريك، وبالفعل بعد ذلك التحذير غارت طائرات الجيش الإسرائيلي على مبنى بمحيط بنك عودي بضاحية بيروت الجنوبية وتحديدا في منطقة حارة تحريك، وسوته مع الأرض بغارتين متتاليتين، وأيضا الغارة الثانية كانت بصاروخين لم ينفجر أحدهما. هذا فيما يخص الأجواء في ضاحية بيروت الجنوبية وسط التحليق المكثف للطيران المسير الإسرائيلي الذي لم يفارق أجواء العاصمة اللبنانية. فيما يتعلق بالمناطق الأخرى، كنت تحدثت عن بعلبك وأيضا في الجبهة في الجنوب. نعم، بالفعل في الجنوب هناك عدة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مختلف بلدات وقرى الجنوب اللبناني. نتحدث عن كفركلة، عن بلدة بليدة التي شهدت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية نهار أمس بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، ما أدى إلى مقتل عنصر إسرائيلي وأيضا عدد من عناصر حزب الله. تلك المنطقة شهدت محاولات تقدم عدة للقوات الإسرائيلية نحو عمق بلدة بليدة، لكن واجهت تصدي من قبل عناصر حزب الله. أيضا أغارت الطائرات الإسرائيلية على بلدة مارون الراس، وهناك اشتباكات حصلت في مناطق متفرقة في الحدود قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلى ذلك أيضا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في بعلبك وأيضا في البقاع الغربي. كل الشكر لك حتى الآن إبراهيم، سنتابع وإياك دائما كل التطورات في لبنان. حدثني من بيروت موفد الحدث إبراهيم فتفت، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة.